في بلد قامت فيه ثورة عظيمة في 25 يناير ضحى فيها المصريين بدماء أنبل من فيهم، وقدم فيها المصابين تضحياتهم وعيونهم، وأسقطوا بالفعل رأس للنظام مبارك، ثم اكتشفوا مجيء سلطة جديدة للإخوان المسلمين مستمرة بالسياسة على نفس خط سلطة مبارك، فخرجوا ليستكملوا ثورتهم مرة تانية في 30 يونيو. بعد كل ده لا تزال العقلية اللي بتحكمنا كما هي، لا تزال السجون ممتلئة بمن كان لهم الفضل في أن الشعب المصري يخرج وراء مبادرتهم ويلتف حول حلمهم للمستقبل، فيعودوا الآن تحت إدارة سلطة 30 يونيو، وبعد دستور قدم بالنص مواد عظيمة في الحريات فأهدرت بالممارسة كل يوم بالقبض على الشباب وتعذيبهم وتجدير أسرهم وتشويه صورتهم في وسائل الإعلام. عندنا مئات وربما آلاف من شباب من قوى سياسية وثورية مختلفة موجودين الآن في السجون، موجهة ليهم تهم ملفقة، والأنكى هو أنهم مش موجودين في السجون وبيتعاملوا باحترام، بيعذبوا وبيهانوا ولا يلقوا أي معاملة إنسانية كريمة، ويمنع المحامين في كثير من الأحيان من الحضور معاهم. كل ده تحت رئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا للأسف الشديد، اللي يفترض أنه بيجل الدستور اللي خرج 98% من المصريين عشان يوافقوا عليه، فبينتهك هذا الدستور كل يوم. أنا لا أريد أن أطيل، ومعانا عدد كبير النهاردة من الأسر اللي اسمحوا لنا أن احنا ننحني لهم وننحني لتضحيات أبنائهم اللي بيسددوا فاتورة الحرية اللي هي جاية أكيد إن شاء الله. هنبدأ بكلمة للأستاذ نصر سليمان، والد الزميل جاسر نصر سليمان، عضو حزب الدستور، وهو اتقبض عليه يوم 7 يناير في العبور. تفضل أستاذ نصر. السلام عليكم ورحمة الله. أنا والد المتهم للأسف جاسر نصر سليمان. جاسر قام في ثورة 25 يناير من أول يوم وهو متمرمط في التحرير لآخر يوم في التحرير، وفي 30/6 للأسف الشديد خارج رايح الجيم اتقبض عليه عشوائي من الشارع في مدينة العبور. مش عارفين ليه، قلنا قدر وقالوا لنا اصبروا اللي بعد 25 بعد الدستور، رحنا الدستور وقلنا نعم برضو اصبروا ان شاء الله يطلعوا بعد 25 المحامين يدخلوا سيادة رئيس النيابة يقول لهم تعليمات. طب يعني ايه تعليمات؟ القضاء بقى بياخد تعليمات ومن مين دلوقتي؟ عايزين نعرف. انا كراجل فلاح ما بفهمش في السياسة وما بفهمش في القانون، زي ما هم ما بيقولوا ان الشعب المصري ما بيفهمش، فاحنا عايزين نعرف دلوقتي التعليمات دي مين اللي بيديها اصلا. دلوقتي هو من 7/1 لغايه النهارده كل يوم تعليمات، كل 15 يوم نروح يقولوا لنا تعليمات، عايزين نعرف مين اللي بيدي التعليمات. رحت حقوق الانسان، قابلني هناك دكتور الله يسامحه، قال لي مش انتوا اللي قمتوا بالثوره؟ قلت له كتر خيرك يا ابني وسبته ومشيت. رحت مكتب النائب العام، قدمت تظلم في مكتب النائب العام، قلت له يعني ايه تعليمات؟ قابلني مستشار هناك قال لي احنا كمان مش عارفين يعني ايه تعليمات. ورحت وزاره الدفاع قدمت نفس المستندات بالصور والمستندات، حرام الشباب ده كله كده يحصل فيه اللي بيحصل ده دلوقتي، ذنبهم ايه عشان قعدوكم على الكراسي دلوقتي وبقيتوا في السلطه؟ ما هو الشباب ده اللي قام بالثوره، الشباب النظيف ده اللي قام بالثوره اصلا، ومقعدكم على الكراسي دلوقتي وبتتحكموا فيهم، بتحبسوا الثوار ليه؟ عايزين نعرف الثوار ذنبهم ايه بيتحبسوا دلوقتي، اللي عايزين نفهمه. وكان معاه الشاب الممتاز الكابتن ابراهيم اللي اتقبض عليه معاه، خرج وهو معايا دلوقتي يحكي لكم اللي حصل فيهم ايه. لو سمحت يا كابتن ابراهيم
حصل هو ده اللي هيحكي اتقبض عليه مع جاسر في الشارع. يعني ما يعني لا كانوا في مظاهره ولا كان في مظاهرات. الكابتن ابراهيم يوسف هو اللي اتقبض مع عليه مع جاسر اهو يتكلم ويحكي اللي حصل معاهم هما الاثنين. السلام عليكم. انا كنت ماشي انا وجاسر رايحين في الجيم نتمرن. طب ايه كده كويس كده كويس. كنا رايحين الجيم نتمرن فجأة واحدة كده حصل امر غريب كده. اوكي ماشي. حصل امر غريب لقينا البوكسات جت فجأة واحدة كده واحنا تقريبا كنا جنب محطة. العساكر نزلوا فيه يضربوا فينا بطريقة غريبة اصلا احنا مش عارفين ليه اصلا. انا اتمسكت انا وهو وكان معنا مدرس وكان معنا ناس محترمة جدا حتى لما بيحققوا معنا في الاسم طبعا بعد ما اكلنا ضرب. عايز اقول لحضراتكم طبعا احنا قعدنا تقريبا اسبوع جوه ما حدش فينا بيتحرك من كتر الضرب. والله 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 انا فضلت اسبوع جوه وبعد ما خرجت اسبوع كمان مش قادر امشي من كتر الضرب. وكل اللي عليهم انتوا عملتوا وانتوا سويتوا. احنا اتهمنا بايه بقى؟ بسرقه بالاكراه، ضرب امين شرطه، حرق بوكس. انا وكيل نيابه بيحقق معانا فبيقول انتم متهمين بكذا وكذا وكذا وكذا. قلت له احنا عايزين نشوف الناس دي، عايزين نشوف امين الشرطه اللي اتضرب، عايزين نشوف اللي احنا سرقنا مين، عايزين نشوف البوكس اللي ولع. طبعا ما حدش رد علينا باي حاجه. بعديها بحوالي احنا اتخذنا يوم 7/1 بعديها بحوالي اسبوع قال لك في 17 واحد افراج. طبعا انا لما اتنده اسمي وانا خارج يعني متوقع ان انا الاقي جاسر. طبعا انا مشيت فبسالهم فين جاسر، قال لك لا ده جاسر جوه لسه مش هيخرج دلوقتي. فانا برضو مش فاهم يعني حتى في التجديد بتاعه مكتوب ان هو من ضمن الناس اللي حرقوا واللي ضربوا واللي سرقوا. طب مش معنى انا خرجت وهو جوه، ما احنا اللي نتحبس مع بعض لا اما نخرج مع بعض. فمش عارف اقول ايه بصراحه الا حسب الله ونعم الوكيل. احنا بصراحه يا جدعان احنا كشباب محترمه، انا بكالوريوس تجاره ماليش دعوه باي حاجه ولا باخوان ولا ليه اصلا في السياسه اصلا كمان. ما اعرفش ليه هم بيعملونا كده. انا كنت ماشي في الشارع انا وهو، هيوصلوا الناس كمان يعني لدرجه ان احنا مش هنمشي في الشارع؟ مش يعني بيقولوا لنا يعني وانا خارج بيدونا نصايح، المفروض ان هي نصايح، بيقول لك لما تسمعوا ان في حاجه في البلد ما حدش يخرج. طب هناكل ونشرب منين؟ هنروح شغلنا ازاي؟ لو حد عنده اجابه للاسئله اللي احنا بنقولها الناس المصدومه جوه. عايز اقول لحضرتك ان من ضمن الناس المسجونه جوه واحد كان بيكلم خطيبته في التليفون بعد اسبوع كان بيتجوز، خدوه من البيت، يعني هو ساكن في الدور الارضي. طب هنعمل ايه؟ ومين هيصبر على كده؟ مدينه العبور، اسم العبور. انا مضروب تقريبا، انا لما دخلت الوكيل النيابه وشاف الاثار الضرب اللي عندي قال لي هتتعرض على طبيب شرعي، قلت له ماشي، محدش عرضني على حاجه. راجل جوه كبير كان عنده ربو في صدره مفيش اي علاج بيجيله. احنا كاهالي الناس اللي معتقلين والتهم المزوره والملفقه عايزين نعرف بس نعرف الدنيا ماشيه ازاي، والبلد ولا البلد اتجاهها فين، ولا نقول نعم ولا نقول لا، ولا نمشي فين. مش عارفين نمشي فين اتجاه دلوقتي. يعني الناس دلوقتي مش عارفه تمشي تروح فين اصلا. تروح حزب اولا اولاد الاثنين من ضمن اعضاء حزب الدستور ومؤسسين حزب الدستور، وقدمنا كل المستندات دي والصور والشهادات دي كلها، نقدم ايه تاني؟ يعني عايزين نعرف نقدم ايه تاني. نحلف لهم على الكتاب لله زي ضابط الامن الوطني اللي راح ده اللي بيقسم، والضابط اللي بيقسم ده بيقسم على كتاب الله ان ده انه قبض ده واتقبض عليه او قبض عليه في الشارع او قبض عليه في مظاهره، بيقسم ازاي يعني؟ عايزين نعرف الناس دي اتجاهاتها فين ولا احنا رايحين فين بالظبط. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.